عمليه خطره جدا. يعني اذا اجى داعش لا سمح الله وفخخ هاي المواد تنباد بغداد كلها، واذا فاضت بحيره الثرثار اللي هي بحيره الثرثار الان تغذي دجله والفرات، اذا خلطت ويا هاي الاملاح تسمم العراق كله. وهاي سيانيد الصوديوم وغاز السارين وغاز التابون من اخطر انواع السلاح الفتاك بالعالم. اقرب شيء وبيت محمد الحلبوسي واهله على المخازن، بس تعبر نهر اليروى صار يم المخازن، وهاي كلها مواد خطره ممكن تسبب السرطان. فيا ريت اتمنى ان يتعاونون يطلعون هاي المواد، يعني شكل خطوره على الاجيال. موضوع ما بي اي خيار اخر، يجب ان تطلع المواد خارج العراق. المهم هاي المنشاه بها قصه كبيره. بال94 جت لجان مال اكيوس وريف اكيوس والكثير من المنشآت اللي تخصصين على سلاح الكيمياء، واكو مخازن بها اثنين. هاي المخازن بها اخطر سلاح موجود بالمنطقه، هو سيانيد الصوديوم والسارين وغاز التابون في مخزنين يسمون مخزن 13 ومخزن 41. ذني الامم المتحده لجان التفتيش جتي خلت المواد بهاي المخازن وضربتها كونكريت وساتر ترابي فوق المخازن عافتها. هاي بال94 يعني ما خلتها موجود بالمخازن، يعني عرفوا بها الامريكان ولجان التفتيش. طبعا الامريكان اتلفوا الكثير من الاعتداء خلال بعد عام 2003. والغازات، الغازات عزلوها وخلوها داخل المخازن ما تخلصوا منها. فأستاذ نور المالكي السيد المالكي وافق لهم إنشاء دائرة جديدة خصص لها 58 مليون دولار تتخصص بإتلاف المواد الأسلحة. 58 مليون دولار فقط لإتلاف هاي المادة، المواد السامة اللي هي الأسلحة الكيميائية. فمسكوا المشروع وزارة العلوم مجموعة من المهندسين، ظلوا الحقيقة طلعت على التقارير من خلالهم، لأنه كل تقارير مال المشروع سنوين تروح للمنظمة، المنظمة تنشرها أونلاين. يعني هسه أي معلومة تريدها أنت عن الموضوع تروح على موقع المنظمة تقول إيش قد تلفتوا، تقول لك أنا بهالسنة تلفت من روسيا كذا طن، من أمريكا كذا طن، من فرنسا كذا طن، من كندا، من إنجلترا، يقول لك بالكيلو إيش قد تلفنا. إحنا نفس الشيء. هسه إذا تروح للمشروع المثنى بالمنظمة تلقيش قد تلفوا، بس الجماعة تلكأوا. في وقتها الدكتور عبد الرزاق السعد يتحدث مع الدكتور حميد عبد الله في برنامج شهادة خاصة. مو عبد الرزاق السعدي، عبد الرزاق العيسى. العيسى العفو، أنا قلت عبد الرزاق العيسى. أنا آسف، الدكتور عبد الرزاق العيسى الوزير التعليم هو تبنى موضوع التمر، بس التمر ممنوع حسب قرارات منظمة حظر انتشار استخدام المنظمة الدولية. يعني منظمة دولية ممنوع تطمر، لو أحد يقول ممنوع الطمر لا بالجبال ولا بالمستنقعات ولا بالأنهار ولا بالبحيرات ولا تحت الأرض، وإنما شلون يتم إتلافها؟ يقول لك إحنا نجي نأخذها زينة. أكو دول تتبرع تأخذها في ناقلات خاصة وبعرض البحر تحولها إلى موادها الأولية ويخلوها في حاويات كونكريتية مغلقة سيلد ويذبوها في المياه العميقة اللي ما بيها حياة في المياه الدولية اللي مؤشرة هاي ما بيها حياة، أي كائن حي ما بيها، يسموها الأعماق المظلمة 4 كيلومتر، يروحون يتخلصوا منها هناك. احنا ما اشتغلنا بهاي الطريقة بسبب يعني دكتور عبد الرزاق العيسى قال اكو فساد. هو فعلا بال 2014 اجى داعش احتل هاي المخازن لمده سنتين، ونقل بيها بالصحف، نقل قسم كثير منها الى مدينه الرقه واستخدمها ضد الجيش العراقي في عام 2014 و15. نعم داعش احتلها واستخدمها، وقسم من الموظفين قتلهم ودخل على المنشاه. اللي صار دكتور عبد الرزاق العيسى قرر الطمر، فعرضناه قلنا له هاي مو ضمن لوائح منظمة حظر وانتشار الأسلحة، المفروض تطلع خارج العراق
نفس طريقة سلاح اللي السوري اللي يشتغلون بها. سلاح السوري جت منظمات من الدنمارك دزوا السفن أخذوا كل المواد وخلوها وسط البحار على جوا هناك وذبوها في المياه المظلمة. بس إحنا جماعتنا هم طلبوا من من المنظمة قالوا إحنا نتلفها. بس عملهم كان غير صائب وغير صحيح بمشاكل. والآن طمروا يعني طلعوا بالتلفزيون على قناة السومنية طمروا 400 طن، يعني 180 طن سيانيد الصوديوم اللي هو 0.5 ملغرام. طمروها وين عفواً؟ بالله فوق مدينة الصقلاوية بين بغداد وبين سامرة موجودة. يعني تحت الأرض ولا؟ مخزن. أي؟ ما قدروا يدخلوا له. قلنا لهم خل تجي المنظمة. منظمة إيش سوت؟ السلاح السوري راح أحمد أوزومجو مدير المنظمة طلع فريق من عنده المبالغ حصلها من الأمين العام المتحدة ما صرفت سوريا جو سوريا طلعوا هم المواد بإشرافهم خلوها بحاويات بشكل أمين وذبوها بالبحر ودوها للسفن والسفن ودوها إلى ناقلات ذبوهم بالمحيط يعني بالأعمار الطريقة المعتادة يعني هي أمينة زين إحنا لا طمروها. يعني وين طمروها؟ طمروها المواد موجودة خطرة فتحة بالمخزن زرف ثقب حطوا مضخة مال كونكريت وذبوا فوق الكونكريت وعافوا. عملية خطرة جدا يعني إذا إجا داعش لا سامح الله وفخخ هاي المواد تنباد بغداد كلها. وإذا فاضت بحيرة الثرثار اللي هي بحيرة الثرثار الآن تغذي دجلة والفرات إذا خلطت ويا هاي الأملاح تسمم العراق كله. وهاي سيانيد الصوديوم وغاز السارين وغاز التابون من أخطر أنواع السلاح الفتاك بالعالم. بل سيانيد الصوديوم وقلنا الصوديوم يطلع الملح تمام هذا بآصرة مشبعة كربون ثلاث آصرات كربون يجي الصوديوم منه فيدخل بس تستنشق من عنده بيد رأس الدبوس تستنشق راح يروح أنت وين يتركز بالدماغ. فلذلك ندائي إلى يعني أناشد جميع الأخوان من سماحة السيد مقتدى الصدر إلى الأخ السوداني إلى يعني إلى السيد المالكي جمع وحتى محمد الحلبوسي والخنجر. يعني محمد الحلبوسي بالقرمة أقرب شيء وبيت محمد الحلبوسي وأهله على المخازن بس تعبر نهر القرمة صار يم المخازن وهاي كلها مواد خطرة ممكن تسبب السرطان. فيا ريت أتمنى أن يتعاونون يطلعون هاي المواد يعني شكل خطورة على الأجيال. موضوع ما بي أي خيار آخر يجب أن تطلع المواد خارج العراق لأنه خطرة. ماكو واحد يعني يطمر مواد أسلحة دمار شامل. قلت لك الوزارة الدفاع تقول لهم إحنا لغم ما نخليه بالأرض. البيئة أهمية من تفوت الطهر كل الألغام تروح كل الألغام تشيلها من أجل أن تخلي العراق نظيف وآمن ومزدهر الأجيال. هاي النقطة اللي حبيت أثيرها من خلال اللقاء.